حققت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية قفزات كبيرة في مجال التحول الرقمي الشامل، جسدتها الحقائق والأرقام التي أوردها التقرير السنوي لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن عام 2021، والذي أظهر أن متوسط الوقت الذي يقضيه سكان الدولة في استخدام الإنترنت يربو على 7 ساعات يومياً. وأشار التقرير إلى أن عدد المسجلين في الهوية الرقمية وصل إلى أكثر من 2,660,000 شخص، فيما بلغ عدد مستخدمي منصة الثقة الرقمية الخاصة بإصدار وتصديق المستندات الرقمية للأفراد والشركات نحو 1,200,000 مستخدم أجروا قرابة 1,500,000 معاملة. وأمام هذا التطور برزت 5 مبادرات استراتيجية أطلقتها الإمارات بهدف تعزيز ثقة أفراد المجتمع للمشاركة بشكل آمن في العالم الرقمي والحصول على خدمات متميزة بمستوى 5 نجوم. وتضمنت المبادرات تشكيل مجلس الإمارات لجودة الحياة الرقمية واعتماد السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية وإطلاق استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025 والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2019، إضافة إلى استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 بلوكتشين. وفي يناير 2021 اعتمدت دولة الإمارات السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية لتعزيز مجتمع رقمي آمن في الدولة وهوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف. كما يمثل مجلس جودة الحياة الرقمية الذي تشكل في عام 2020 آلية متكاملة لتعزيز المجتمعات الرقمية الإيجابية في دولة الإمارات ومبادرة هادفة لدعم كافة فئات المجتمع خاصة أولياء الأمور والأسر في مواجهة تحديات العالم الرقمي ورفع مستوى الوعي المجتمعي بفرصه وتحدياته وسبل الوقاية منها.